ولكن ربما لم يكن يؤمن في ذلك الوقت بفائدة المقاومة. ما في تقوى. وأتباعهم شو؟ كل الأتباع شو؟ أمتى بيصيروا أتقياء؟ وقت اللي يمس كرامة زعمائهم. بس إذا واحد معتر فقير حكي له شي كلمة ما بيتقى الله فيه. شوف شوف، يعني مثلا عندك اليوم، عندك اليوم مثلا أضرب لك نموذج تقوى الانتقائية اللي موجودة عند الناس. أنا كنت بسميها، بس شوف هيك تقوى انتقائية كرمكم الله، بدي نكته من وجعي. كان في سطل هيك كبير للقمامي، كنت قلهم جيبوا السطل، عم بيهرهروا تقوى الجماعة. تقوى بتكون عدل مع الكل. يعني أنا وقت اللي بسمع غيبة الصغير بدي دافع عنه، وقت اللي بسمع غيبة الكبير، مش إذا سمعت غيبة الكبير بدافع عنه، وإذا سمعت غيبة الصغير ما بدافع عنه. شو هالتقوى هاي؟ اليوم مثلا عندك، ربما يكون في ذلك حرج، إذا يعني لا يوجد حرج على القناة فأنا من جهتي ما عندي مشكلة، وعلى كل أنا سأذكر ولكم الحذف. قرار الحذف عندكم أنا إذا يعني وجدتم. السيد بيطلع للسيد أنه هذا الرجل كان بالبدايات أبصر شو مشروعه، كان يقول للناس أنه روحوا اقعدوا بقراكم. نعم إيه، كان السيد يوزب على بعض المشايخ يظلوا بقراهم من شان يحفظوا دين الناس حتى ما يصيروا لحديين وغير لحديين. بس أنت نظرك قاصر، ما كنتش موجود وقتها، جاي بدك تعمل شأن أو ما بعرف شو الهدف. لأنه إصرار المذيع المحاور أنه لا سمي ما علي شيء، والحلقة مسجلة مش مباشر، إصرار المذيع كأنه في اتفاق حتى يذكر السيد فضل الله والشيخ حسن تراد. ليش؟ شو بدك فيهم؟ أفرض كان عند الشيخ حسن تراد نظر بالزمانات هيك، بس بعدين غير الرجل، ليه بدك تذكره بهذا الشيء؟ لماذا لا نرى إلا نقاط السوداء أو نبهة المؤمنين بنقاط سوداء ليست فيهم؟ ليش؟ شو المصلحة من إثارة هذه القضايا؟ السيد محمد حسين فضل الله السيد الأستاذ كان وكيل عام الإمام الخميني في لبنان، كان يرجع إليه القيادات وغير القيادات، كان يقول له عندكم في لبنان لبعض القيادات، عندكم في لبنان عالم مثل هذا عم تجوا على إيران، روحوا استشيروه. إذا أنتم بتعرفوش نحن بنعرف، وبدكم تكذبوا كذبوا لتقولوا حازم، تقولوا الشيخ عم بيكذب. أنا من الذين كنت أذهب إلى بيت السيد فضل الله في تلك الأيام، الشيخ صبحي طالع، السيد إبراهيم فايت، راح سمي لكم يوم بالأسماء، السيد إبراهيم طالع، فلان فايت، والصالون منين، وراح سمي إذا بدك بسمي لك باقي القيادات. كانوا موجودين وأنا كنت أشوفهم بأم العين، ولهم الأولوية، لأن في أمر عام، في مقاومة، في أمن، في إلى آخره. ليش بدكم تمضوا لهذا الزلمة بهالشكل؟ شو المصلحة؟ ما بعرف كرمال شو؟ ما بعرف. أنا عم أقول هالكلمتين مش لجرح بحدا، بس قلت هالكلمتين بس شهادة لله ولمن لا يعرف السيد فضل الله من الأجيال التي ولدت أو لم تره أو لم تسمع عنه، ولكل المنكرين ولأجل الوفاء له. وإذا بدكم تاريخ بحكي لكم بكرة تاريخ مع تفاصيله وبالأسماء، وإن كانوا يجتمعوا ومين ومع مين وبأي بيوت، ما عم بدك، من بيروت إلى بريتال إلى بعلبك التي كانت تحضن بريتال بداية المقاومة إلى وين ما بدك، مستعد أحكي لك تاريخه موثقة بالصور. وما حدا أنكر من الصف الأول على الإطلاق، ما حدا أنكر السيد فضل الله ولا تاريخه ولا احتضانه للمقاومة. ليش هلأ كرمال شو؟ شو الهدف؟ اتقوا الله في الناس، ما في أي مصلحة غير الإثارة. ثم ما على شيء، تحملوا شوية. يعني إذا واحد بيشحف بحق رجل مثل هذا، إذا حكي له كلمتين كم واحد محب، تحملوهن ما على شيء. نحن ضد سب أحد وشتم أحد، بس هذول المحبين هول اللي باقيين، هول اللي بينرفع فيهن الراس، مش تجوا تعملوا تقوى عليهم؟ يلا جيبوا السطل. فالحمد لله رب العالمين.